هذه الوقفة تتم يعني ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية اللي هو يعتبر انتهاك ضد المرأة، واللي هو تم قرر بال 59. شنو الفائدة انه هسه تريد تعدله بحيث ترجع مكتسبات المرأة العراقية؟ وهذه ضد انتهاك ضد المرأة وضد العراق مصادق على الاتفاقيات الدولية، وهذا فشيء مو صحيح وما يتماشى مع مصادقة العراق على الاتفاقيات الدولية. جي اليوم لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية كونه تعديل جائر، تعديل غير منطقي، تعديل بتراجع يسلب حق نسبة أو شريحة كبيرة من المجتمع العراقي وهو مجتمع النساء والأطفال، يعتدي على حقوق الأطفال، بيغتصب الطفولة، ينتهك كرامة المرأة. لذلك إحنا في سبيل نحافظ على كرامة النساء ونحافظ على حقوق الأطفال اليوم واقفين حتى نحافظ على قانون الأحوال الشخصية من التعديل، وإن كان يجب أن يكون تعديل فهو تعديل حسب الأهلية وليس حسب الشريعة. من شارك جماهير بابل في هذه الوقفة الاحتجاجية في ساحة الحرية قرب ديوان محافظة بابل، لنعلن عن رفضنا التام لتعديل قانون الأحوال الشخصية النابذ. هذا التعديل حقيقة يحمل في طياته الكثير من الأمور اللي نرى ويرى المجتمع البابلي أنها نقيض للحياة الديمقراطية الحرة. يعني هذه هي يعني الوقفات تشهد كل محافظات العراق، هذه الوقفات تشهد محافظات العراق وقفات ضد التوجه الماضي بمجلس نواب العراق وهو تشريع قانون هدف من عدة تمزيق وحدة الشعب العراقي المجتمعية، وبالتالي إشاعة النفس الطائفي وإثارة هذه النعرة الحقيرة بين الناس.